احنا عندنا مريضة عندها 3 غضاريف في الرقبة، هنشيل الغضاريف دي ونحط بدالها حاجة اسمها قفص كربوني. طيب بس دكتور تشرح لنا اذا سمحت اي فقرة، يعني الفتق واضح؟ ادي غضروف اهو. نعم. وادي غضروف فوقيه. نعم. اللي ماشي ورا ده العصب الرمادي. نعم. يعني انت لو بصيتي ده العصب ده مضغوط عليه هنا ومضغوط عليه هنا. احنا بنعمل الجرح في الكريز بتاع الرقبة، بنعمل جرح 3 سنتي. نعم. ده يكفي يعني ان شاء الله. بس دكتور خطر لي انه ليش يعني اخترت الجانب الامامي من الرقبة، لانه الفقرات موجودة للخلف اكثر. بس الغضروف امامي. نعم. والخطورة اقل كتير من الامام اقل. نعم. ميزة العملية دي يعني هي قطع الجلد وبعد كده خلاص ما بنستعملش المشرط الا لما نوصل للداخل. احنا دلوقتي وسعنا. نعم. دي العضلة اللي تحتينا، دي العضلة اللي بتعمل شكل الرقبة. بعد كده بنيجي بين العضلة ونفتحها على بعض. نعم. كده خلاص احنا تقريبا ايه وصلت. فتحنا. في عندنا حاجة مهمة على اللي بره، اللي هي الشريان الاساسي بتاع الرقبة والوريد اللي بنسميه الكاراتيد. الكاراتيد ده مهم جدا، فعشان كده احنا ايه مش بنشوفه وبناخده على جنب. احنا ايه على الفقرات على طول، حط صباعك كده تلقي عظمة انت على عظمة. صح 100%. خلاص وصلنا يعني، عشان دي اسرع عملية يعني. هاتي توز ومقص. دلوقتي هنحط اول مسمار في المسمار ده عشان يبعد الفقرات عن بعض. هاتي ستارتر. اوكي.